نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنبيه من المستوى الأول عن تهطل الأمطار على شكل زخات رعدية خلال هذه الأمسية إن شاء الله، ستخص كل من ولاية الغواط كذلك ولاية برج بوعريريج حتى على ولاية ميلا أم البواقي تبسة باتنا سطيف قسنطينة حتى على الواجهة الغربية على ولاية البيض كذلك ولاية خنشلة. إذا أمطار ستستمر في التهاطل خلال يوم الغد على فترات ستخص الهضاب، تكون تحت توقع رعود إن شاء الله، لكن على الواجهة الساحلية خلال الصبيحة نسبة رطوبة عالية ضباب ليزول فسح لأجواء مغشات، بينما على شمال الصحراء ومنطقة الصورة ننتظر إن شاء الله سحب رعدية مطرة خلال الأمسية، بعض الأمطار متفرقة غير مستبعدة إن شاء الله، لكن أجواء مغشات على كل من منطقتي الهوغار والتاسيلي إلى غاية أقصى الجنوب، مع زوابع رملية ستنشط على كل من الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الشرقي كذلك أقصى الجنوب. مقاييس ما بين 11 لغاية 15 درجة على الواجهة الشمالية خلال هذه الليلة إن شاء الله، 20 درجة على شمال الصحراء حتى على تندوف، 15 درجة فقط على تمنرة، 23 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، ننتظر 34 درجة تحت الظل على غليزان معسكر حتى على سيدي بلعباس، 25 درجة على العاصمة وهران كذلك الجلفة البيض، 30 درجة على تمنراست، ترتفع لغاية 42 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ وجميل تقريبا على كافة السواحل، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. والبقية تقول بداية من يوم الثلاثاء مرورا بيوم الأربعاء وإلى غاية يوم الخميس نفس الوضعية الجوية، أجواء مشمسة على الشمال وحتى على الجنوب، لكن درجات الحرارة سترتفع، طقس حار تقريبا على كل أرجاء الوطن. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:29 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.